السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك والقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلك كل أخبار العاجل من وزارة التربية أول بأول. بالوثيقة مطالبة نيابية بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط واعتماد درجة نصف السنة. التربية النيابية تطالب وزارة التربية وتطالب رئاسة الوزراء بإلغاء الامتحانات للثالث المتوسط بسبب الظروف الذي يمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، واللي هسه بعدهم ما مقررين وزارة التربية اي قرار جديد بخصوص الثالث المتوسط. والاسبوع الجاي راح تكون جلسة هناك وراح يعقدون بيها مصير طلاب الثالث المتوسط. الان انتهى الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات لتصلك كل اخبار العاجل من وزارة التربية اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.